ساريه اللي يمكن نحن من وراء اهداف الجمعيه هيك نلاقي بسمه وامل للمستقبل، في قصه من وراء نسمع القصه. طلال قبل ما قبل الحادث بعث لي غنيه قبل بنهار على التكست على التليفون، يعني مقطع من غنيه الليركس تبع الغنيه. ايه هي غنيه اسمها ترينيتي للفنان الجيرينو، بتحكي عن حبه لامه لاخته ولحبيبته. وليه بعت لك اياها تكست مش قال لك اياها دغري؟ بيقول انه قد ايه بحبني وقد ايه قيمتي كبيره عنده. بتعرفي بهالعمر ما بيعرفوا يعبروا يوكي الف بياخذوا من كلمات الاغنيات. ايه انا انبسطت فيها اول نهار كثير، لما رجع على المدرسة بوستي وقلت له ميرسي حبيبي على الغنية، بس ما فهمت ليش الا لتاني نهار لما ظهر البيت وما عاد رجع على البيت. مشان هيك قررتوا بهالكونسير انه هي هيدي لتضلها ذكرى وضلي اسمع هالبغل. وهلا جايبين الفنان يغني نفس الاغنية. ايه جاي الجيرينو. بعثت له انا رسالة ايميل عم بتشكره قد ايه مخليلي عايش بهالغنيه لطلال، وتعرفت عليه بريز وجاي يغني. اوكي الجيرينو وفوديل هن اللي هن الفنانين اللي رح يجوا. اوكي فينا نعرف تفاصيل الحفل الموسيقي الكونسير؟ يعني اكيد هالاغنيه رح تكون باعتبارها يمكن الافتتاحيه، بس بعدين شو قد رح يغنوا؟ التوقيت الساعه؟ الساعه 8 على مدرج روماني بيروت ذوق مكايل. اوكي رح يكون في الجيرينو وفوديل وتوعية للولاد كمان مثل لحتى ما يسوقوا. يعني حدا رح يقول شيء؟ رح يكون في سربريز. في سربريز ما فينا نقول لكم كل شيء. اوكي لازم واحد يروح لحضور. لازم يكون زينا في تيكتس اون سيل بفيرجن ميجا ستور، بكل فيرجن بينبيعوا التيكتات. اوكي وبعد شيء اكيد اي ساعة الحفل؟ الساعة 8. وهو كمان لنوعي كمان هالشباب اول موسم الصيف. وين رح بيصير مزبوط بزوق مكيل؟ بالمدرج الروماني. بالمدرج الروماني بزوق مكيل. طيب في عنا لكن كمان تنتعرف اكثر على الفنان، في عنا كمان بروموسيون صغيره بنشوفها بنرجع بنعلق عليها زين. Salut tout le monde, c'est l'Algerino, donc je viens spécialement au Liban pour une cause qui nous concerne tous. Roads for Life, le 25 juin à l'amphithéâtre Le Zouk à Beyrouth. Donc je compte sur vous, je serai très très heureux de vous voir tous nombreux, tous ensemble à vos côtés, à Beyrouth, l'Algerino, le 25 juin à l'amphithéâtre Le Zouk. Sur la tête de ma mère. الجيرينو لكن رح بيكون فوديل ب 25 مدرج الروماني بزوق مكايل. التيكتس بياخذوها من فيرجن. قد ايه الاسعار لنشوف؟ 50,000 و100,000 و150,000. حسب اكيد الاماكن. رح بيكون حفل طويل وقلتي في سربريز مش كل شيء رح تقولي لنا اياه اليوم. بدهم يروحوا ويشوفوا لحتى يشوفوا. طيب بما انه الحفله لكن قريبه، شو فينا بعد نقول بالنسبه لروتس فور لايف؟ هل مفكرين كمان بكونسرات ثانيه؟ خاصه انه اذا كان في فند ريزنج معناتها لازم يكون في اكتيفيتيز اكثر واكثر. إيه؟ بالصيفيه بس شو مخططين؟ هلا هيدا هو اول شيء محضرته وبدنا نهتم بهالصف اللي رح يطلع بسبتمبر مثل ما قلتي. سبتمبر ببلش مشان ليتخرجوا ب 19 اكتوبر. صح؟ إيه؟ اوكي وساعتها بنطلق الصفوف هلا على السنه كلها لحتى. اوكي تريبيا. بس السؤال انه كل المستشفيات كانت مرحبه بالفكره؟ يعني لقيتوا شيء صعوبه تقنعوا حدا ولا بس قلتوا في هذا الكورس الكل قال يلا على العمياني نحن بجوفرت؟ نحن هلا رح نتصل بكل المستشفيات. بعد ما تم الاتصال بالكل عم ببلش يتم. اوكي وبفتكر انه الكل برحب. هي رح يكون في كلفه على المستشفى ولا انتم عم تتكلفوا؟ نحن عم نغطي كل الكلفه. كل شيء. فاذا اكيد هن يعني بيستقبلوها بكل حتى كل مصاب بيجي على اي منطقه بلبنان يكون عنده فرصه يتعالج بنفس الطريقه وين ما كان. نعم. في عندنا كمان بوستر هو يلي كمان هالكتيب يلي بين ايدينا فخامه يا طلال قاسم. هو كان دائما يقول فخامه بقى اصحابه عملوا له كتيب وسموه وحاطين الصور جوا. عم نشوف نحن غلاف الكتاب هذا الكتاب صور له هو وصغير.
صور مع الكل يعني ولا لا اصحابه؟ لا اصحابه. جريس يمكن انت اقرب للكاميرا. انا اقرب للكاميرا بس ما انا بيناتنا كمشي حالي ما لي كثير قلب على كل الاحوال مثل ما قلنا نحن بدنا نبتسم يعني مرات المأساة بتعلمنا والوانه بتحسيها كان لازم يتخرج هلا هيديك الجمعه من يمكن بالحياة الثانية الحق هونيك اكثر من حياة الارض يعني نحن بدنا على كل الاحوال زينة لكل ام ما 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 تبكي على اولادها الله يقويك ويعطيك الصبر فعلا الله يقويك المهم نقول انه هلا بهالحكومه جديده وبهال اوكي يطلع هلا ينمضى على القانون ينمضى على القانون ويطبق القانون ويطبق ويكون ان شاء الله خير تحت سقف قانون ان شاء الله وينحموا كل الاولاد على الطرقات ويكون عندنا طرقات سليمه هيدا ابسط حقوقنا حقوق اولادنا اهلا وسهلا فيك زينه قاسم يعطيكم الف عافيه وان شاء الله دائما لقدام روز اكيد ان الله راد ان الله راد بنكون اول الوصلات اهلا وسهلا فيك دائما بالتوفيق وان شاء الله طبعا تكون حياتات جديده الاف من الاشخاص اكيد يقدروا يستفيدوا من نشاطاتكم ويكون الامل دائما ببكره كبير اصدقائنا نحن مثل ما قلنا لكم الخصوف خبرونا انه يمكن يعمل هيك نقله نوعيه بالابراج وبالحظوظ تنشوف ورقه التارو اذا كمان في له تغيرات معينه طبعا ليلى المقداد رح تكون بضيافتنا بعد بريك واتصالاتكم اكيد واسئلتكم.